تمينات. دبشة يا كبير، دبشة دراعك اليمين. ومين عمل في عينيك كده دراعي؟ مالها عينيا يا ريس؟ ده احول ياض. احول؟ انت فاجئتني بالموضوع ده يا ريس. ده انا اتمرمطت من يوم ما سبتني ورحت السجن. مين اللي حول دراع اليمين يا حارة؟ الحارة كلها يا كبير، كانوا مفكرينك مش راجع تاني. كلاب، انا اعرف فيهم واحد واحد. مفيش بهدلة بعد النهاردة يا حارة، ولا في فتحة سلالة. خلاص ياض، ما انا قلت لهم بيت تاني فوق. فوق يا كبير، ولو مش فوق تبقى فوق. انت بتوطي صوتك ليه ياض؟ احنا بنخاف من حد؟ انا طالع لتهاني عشيقتي، يعني انا وهي وثلاثنا الشيطان. اللي عايز يبلغ البوليس نمرته 122. نمره البوليس 122؟ ما تفكرش عن النمره قوي ياض لحد احفظها. خد خلي السنجه دي معاك، لو حصل اي حاجه صفر لي على طول. هات طوبه دبشه يا كبير. رمضت اهلك دي اللي حوالتك. بقول لك وحشني يا راجل. وانت كريان، انا بحب بك يا بنت. اخص عليك يا نوخه، بتضربني؟ اه بضربك، بقالي 5 سنين ما ضربتش حرمه. ضرب الحريم ليه طعم تاني برضك. صوتي على الله يكون حد سمع صويتك واتضايق. ها بضربها، في حد متضايق؟ يا بنت زعلت ولا ايه؟ ما تزعليش، لا اقتلك. اكل الحبيب زي اكل الزبيب. بس بقى يا نور. يا بنت انت في النور. الكل الرمة مش هيبطل يبتزني، ده بيستغل الشبه اللي بينا وبيلعب باسمي في السوق. قول يا زادو غطى يا فندم ان في شيكات كتير جدا بتروح البنك على امضى. تشبه امضى سعادتك. حتى الهدوم اللي انا بلبسها بيروح بيشتري زيها وبيبعت الفواتير على عنواني. ثم البنت